وتمر الكرة إلى حلوة التمريرة من روبرتو كارلوس إلى أليكس ويتغير هو وأليكس. إذا يكون أليكس متقدم يصبح ريفالدو هو لاعب وسط، وإذا ريفالدو يتقدم أليكس هو الذي يصبح لاعب وسط. أكثر الليلة سنشاهد فجر اليوم يعني الكرة الأولى وفرصة وترجع للمنتخب البرازيلي، فرصة هدف في الراس والهدف الأول، الهدف الأول لصالح المنتخب البرازيلي. يعني بداية عن طريق من؟ أليكس. أليكس يفتتح النتيجة لصالح المنتخب البرازيلي. بداية قوية للبرازيل، وقلنا قراءة بتاع 70,000 متفرج وجماهير يعني غفيرة جدا. قراءة أولى بالنسبة للمنتخب البرازيلي هو الضغط على المناطق، ولوكسمبورغو أنا هنا في انتظار أن يتواصل هذا اللقاء. وطبعا التوزيعة رائعة واختطاف الكرة بالرأس ممتاز يغلق بها إيدن بونانو. هاي الإعادة شاهدوا جيدا دي روبرتو في الكرة والكثافة الهجومية متاع اللاعبين، وأيضا ارتماء كبيرة بالرأس. وطبعا قراءة أولية كابتن خالد، قراءة أولية قبل